سرقت ما تحاولش تهرب، ولو هربت ما تحاولش تجري، عشان لو جريت وعملت فيها ان انت يلا واجري من الكلاب، انا واقف الكباب واجري من الكلاب. تعالى يا استاذ، تعالى يا استاذ، تعالى يا لابس ازرق، تعالى تعالى. احنا البروفه اللي عملناها دي هايله كويس، هتمضي لي بس انت لو سمحت ابعده عشان انا بخاف من الكلاب. ارجع، تعب الكلب يا حبيبي، معلش. هتمضي لي بس انت على الاقرار ان انت المسؤول عن نفسك، واخد بالك؟ وفي حالة أي حدوث أي إصابات أنت المسؤول عن نفسك، أي إصابات، عاهات، لا طبعا، أو أي حاجة. لا، علشان اسم خليفك إيه؟ خليفة عبد الله عبد السلام. خليفة عبد الله عبد السلام. خليفة إيه؟ عبد الله عبد السلام. عبد الله الحقنة بتاعت الكلب مش معانا يا أستاذ. عبد السلام مش مشكلة، أنت جاي بتقول لي وهو واقف؟ أيوة أيوة ماشي، برافو عليك. أنت جاي تقول لي وهو واقف بتقول لي إن أنا مش طب افرض هو خاف يا جدعان. لا انا كده كده خاف، المشهد ده يا رب انت غني منه. لا 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 ما تخافش، احنا عملنا بروفه هايله. لا معلش، اصلا ما مش بتعرض لاي عدد كلب بجد، انا عمري ما تعرضت للمشاهد دي خالص. ما احنا لا معلش، ما احنا كلنا كده. لا ما انا ما تعرضتش لعدد كلب، ده انا الله الغني عنها خالص، الله الغني عنها خالص بجد. بص يا خليفه، انا اتصارع انا وكلب، لا ما ينفعش بجد يا حبيبي، فيني من الموضوع ده خالص يا والله. حبيبي مش في الحقن جاهزه؟ لا معلش، حقن ايه؟ مش متعرض بعد اذنك يا باشمهندس. تعالى بس خليفه، تعالى بس. لا الغني بجد والله. طب لا بس تعالى، انا بس مش بتعرض لعدة كلب بجد. إيه؟ انا مش جاي، انا جاي امثل. مش يا باشمهندس بعد اذنك. كويس. انا مش بتعرض لكلاب يا جدعان والله، بعد اذنك الغني. معلش. ايوه ماشي. لا الغني بعد اذنك. لا ما ينفعش، انت خلاص. لا الغني بجد والله. ما انت صورت. لا معلش معلش. يا يا جماعه معلش يا باشمهندس بجد، انا مش بتعرض للموقف ده اصلا. يا جماعه بعدوا بس عشان اقنع خليفه. لا مش هقتنع بجد، انا ما اتعرضتش والله، والله بجد. بص بلاش، لو الكلاب، لو الكلاب، لو الكلاب هي اللي مضايقاك او قلقاك، ها؟ في جمل، ايه رايك في الجمل؟ يا نهار اسود، الجمل سهل. جمل؟ جمل عاصفه الصحراء طبعا، سفينه الصحراء. بص بقى، الجمل يا استاذ خليفه هيجي من ورا، ها؟ جري، وانت هتيجي تقول له اوف، انت عارف مين واقف قدامك؟ طبعا هو مش هيسمعك ولا هيفهمك، هيقوم دايس عليك. بالظبط. حلو بالزبط. فانت عظمك هيتكسر طبعا. هنصور احنا ده. تمام. ليه؟ لان الجائزه بتاعتي لازم. مش انت بتنازل ان انا المسؤول عن نفسي، انكسرت وحصل. ان شاء الله. معلش بعد اذنك والله. طيب. ما همثل. طب ممكن تسمعني؟ اتفضل سامع. خلاص بلاش كلاب، بلاش جمل، بلاش حاجه، احنا عملنا فيك مقلب. حبيبي هنتفرج على الفقره دي في برنامج، في برنامج فين كومبارس ولكن تو. يلا 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 عليه عليهم، اجري يا صابر. تعالى يا استاذ، تعالى يا استاذ، تعالى انت اللي لابس موف يا استاذ، تعالى تعالى. انت حافظ الجمله؟ حافظ. قولها كده. انا اكل الكباب واجري من الكلاب. برافو عليك، انت هتقول كده والكلاب دي هتجري، والكلاب دي هنسيبها عليك. لا لا عن 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 كده على طول. لا منفع، عشان انا مش هينفع اعيد المشهد، انا هعيد المشهد مخصوص عشانك. تعالوا لي بالكلاب، تعالوا لي بالكلاب. انت هتيجي بالكلاب؟ انا اتوقع الله. لا 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 معلش. لا تعالى، ما انا خايف زي زيك. لحظه، لا معلش، ما تجريش، ما تجريش. لا ما اجريش انا، ما اجريش انا. طيب ما اجريش انا بالذات، ما تجريش، لانك لو جريت انا ما اضمنش الكلاب ممكن تعمل ايه. هيجري وراه على طول. ها يا محمود، امر. تعالى يا محمود هنا. لا بخاف انا من الكلاب. ما انا خايف منهم. طب وانا اعمل ايه يعني؟ وانا اعمل ايه؟ تعالى يا محمود، انا بخاف انا من الكلاب. تعالى تعالى، انا بخاف من الكلاب. ما انا خايف امشي يعضوني انا. طب وانا اعمل ايه يعني؟ تعالى اقف جنبي، الله يسترك. انا بخاف من الكلاب. طب تعالى جنبي. بخاف من الكلاب، اجي جنبك ايه؟ ما انا كمان بخاف من الكلاب. انا بخاف من الكلاب. ما ابعدوا الناس دي، ابعدوا الناس، سيبوا لي محمود لوحده عشان الكلب. ها
ياكله هو لوحده. طب يا استاذ ثانية واحدة يا صاحبي. يمكن خوف. ايه يا محمود؟ كلاب ما ينفع بخاف منها. ما انا بخاف منها. ما ينفعش بخاف من الكلاب يا استاذ. انت لو بتخاف من الكلاب أيوه. ها؟ اجيب جمل يجري وراك؟ حلوة دي؟ ولا بلاش جمل؟ وانا هعمل شوية العاب كده في الشغل، هخلي الجمل ده هصغره وهخليه كلب. حلوة؟ هعمله مينيمايز. بعد التصوير ده هعمله مينيمايز. بعد التصوير ده بعد اذنك. طيب بص يا معلم، احنا عملنا فيك مقلب. ماشي معايا؟ عملنا مقلب، لا في كلاب هتعضك ولا في اي حاجه. هو لغايه ما هنالك الجمل اللي هناك ده هيجري عليك، هيجري عليك ويقوم رافع رجليه كده ونازل بيها على دماغك. يعني هنستحمل احنا الجمل ده فوق دماغنا؟ ايه رايك؟ هنستحمله طبعا. بجد؟ هنستحمله. طب تشيله؟ تعرف تشيله؟ لو ربنا اعطانا الصحة نشيله. نتفرج على الفقرة دي وكمبرت ولكن تو. برافو محمود، برافو. هتقول الكلاب؟ لا 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 هتقول الكلاب. يا نهار اسود ومنيل. خلاص 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 يا جماعة. يلا عليه كاتش، خليه يجري عليه. يلا 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 يلا. بس روح هناك، روح هناك. حافظ يا استاذ ابراهيم. حافظ. ايه قول؟ انا اكل الكباب واجري من الكلاب. انا اكل الكباب واجري من الكلاب. انا اكل الكباب واجري من الكلاب. تمام، حلو قوي. وهجري من الكلاب، من الكلاب مش بالكلاب. هتجري بالكلاب، انت هتمسكهم وتجري بيهم، هم هيجروا وراك وهيحاولوا يعملوا لك كده يعضعضوا فيك كويس، وانت بقى ايه هتترمي في الارض وهم هيهجموا عليك. شايف الكلب ده عامل ازاي؟ ده هيعضك. انا عايز نام في الارض كده. اه نام نام نام، ما تخافش. ثواني بس اشرح له المشهد وبعد كده هو كده كده هتاكله، هتاكله ما تقلقش. بس اوعى تتحرك يا ابراهيم لحسن ده شرس جدا. تمضي لي بس على الاقرار ده بعد اذنك. لا ابعده ابعده. اكتب اسمك، هتكتب اسمك، هتمضي على الاقرار ده ان انت ان احنا غير ما انت مسؤول عن نفسك مسؤوليه كامله. اي اصابات عاهات اي حاجه تجرى لك انت المسؤول عنها، احنا ملناش دعوه بيك. يعني ايه؟ لا مش هتمضي وبمزاجك. يعني ايه؟ تعال. انا بهزر معاك. الكلاب دي اوانطه؟ هي الكلاب مش اوانطه، ها احنا اللي اوانطه. هنتفرج على الفقره دي في برنامج كومبارس ولكن تو. اوعى كومبارس ولكن تو. كومبارس ولكن تو.